اهلا وسهلا بالحلقه. راح نعمل انبوكسينج للجي اتش 5 من باناسونيك. اهلا وسهلا، زي ما حكيت بالحلقه بدنا نعمل انبوكسينج للجي اتش 5 من باناسونيك. وقبل ما نبلش الانبوكسينج بدي احكي بسرعه سريعه ليه جبت الجي اتش 5 من باناسونيك ب 2019 مع انها نازله تقريبا من 2017. السبب هو عشانه كنت بدي كاميرا بيورلي للفيديو، ومن الريسيرش اللي عملته اضبط كاميرا برايي ستيل لهلا لليوم هي الجي اتش 5 لما نحكي على مواضيع لها علاقه بتصوير الفيديو. اذا بدي اختصرهم هي اول شيء الاوبشنات اللي موجوده بهالكاميرا بالنسبه للتحكم في الفيديو كومبيرد لسعرها. فيها اوبشنات مش موجودة الا بالكاميرات اللي كتير كتير اغلى من هيك. موضوع الفريم ريت تبعها بتقدر توصل up to 180 فريمز بير سكند على السلو موشن. في موضوع الستيبلايزيشن من ناحية الانبادي ستيبلايزيشن واللين ستيبلايزيشن خرافي، فش حدا لسات بقرب عليها بموضوع الستيبلايزيشن. واخر اشي بقارن سعر الكاميرا مع سعر اللينس كومبير لاي حدا تاني تقريبا راح تكون بنص السعر مع كل هاي الادفانتجز الموجودة فيها. لو قدام بعد ما استعملها اكثر شوي بركي بعمل عليها ريفيو فيه تفاصيل اكثر، بس لهلا خلينا نعملها انبوكسينج. قبل ما نقعد نطلعها من الصندوق طلعت لكم كل شيء اوريدي، خلينا نبلش بالكاميرا وايش بيجي من الكاميرا. طبعا في عندنا البادي تبع الكاميرا، البادي تبع الكاميرا زي ما شايفين ريلاتيفلي بيجي صغير، اصغر من الكاميرات العاديه، بس بنفس الوقت خلينا نقارنه مثلا اذا بالفوجي او حتى يمكن بالسوني، تقريبا هي زي السوني اكبر من الفوجي شوي، المسكه تاعتها بحسها ممتازه. طبعا عندنا ادفانتج انه السكرين بنقدر نعملها فليب سكرين، فإذا عم نعمل بلوجينج من ناحية إنه عم بطلع على حالي وأنا عم بصور، أو إذا عم بعمل أنجل معينة، السكرين هذه كتير بتساعد في إني أقدر أتحكم بإيش عم بطلع. إجمالاً الكبسات والنوبز رح تكون تقريباً نفس الكاميرات اللي شايفينها من قبل أو متعودين عليها، رح يكون يمكن في أشياء بأماكن تانية، بس مور أور لس مش حتكون في أي صعوبة لأنكم بتعودوا على الكاميرا وتبلشوا تستعملوها على طول. فهذا بالنسبة للبادي. بالنسبة لللينس جبت ال 1235 اللي هي الاكويفالنت لل 2470 عشان الكروب سنسر تبعها ضرب 2 واصغر شوي، بس البرفورمانس تبعه على الفيديو احسن. لما نحكي قاعدين 1235 اضربه ب 2 اللي هي نفس الاكويفالنت تبع 2470 f2.8. تاكدت برضه اجيب اللينس من باناسونيك كمان عشان الايمج ستيبلايزيشن، بصفي عندي ديوال ايمج ستيبلايزيشن، واحد بيجي من اللينس وواحد بيجي من الكاميرا، لما الاثنين يشتغلوا مع بعض ستيبلايزيشن بصير فظيع. لهلا ما شفت شيء قريب عليه بالنسبه لاي كاميرات ثانيه موجوده بالسوق. اللي بيجي معاها بالصندوق تبعها بيجي معاها باوتش اذا بدكم تستعملوه. هلا انا بالنسبه لإلي راح اكون دائما anyway واصل اللينس على الكاميرا، الباوتش هذا راح احطه واعمل له ستورج بمحل. وبعدين اشياء زياده بتيجي بالنسبه للكاميرا كمان، في عنا الواير تبع اليو اس بي اللي هي لنعمل داونلود للصور او الفيديوهات. طبعا بالصور انسوا الموضوع عشان انه هاي للصور يعني زي ما بيحكوا بوتيتو ولا خاصة بموضوع الصور، هي بيور للفيديو. فيها اوبشن نصور بالصور، نصور كفوتوغرافي يعني، بس مش فظيع ابدا، بس بالفيديو البرفورمانس تبعها فظيع. فعشان هيك انسوها بالنسبه للصور، اذا فاكرين تجيبوا كاميرا بدكم تصوروا فيها وبدكم تاخذوا فيديو فيها، هاي الكاميرا بيورلي فيديو. بيجي معاها طبعا هذا زي الكونكتر اللي بركب للواير تبع اليو اس بي على اساس ما يفلت من محله وانتم عم تشتغلوا عم تلغوا اي شيء. وكالعاده زي اي كاميرا ثانيه بيجي معاها الهاندل اللي ممكن تربطوه على الجنب، تصفي زي البضربات على الرقبه وهكذا. وبعدين في عندنا المانيوالز العاديه اللي بتيجي عاده مع هاي الاشياء. هلا انا زياده على كل هالحكي جبت اكم من شغله زياده، جبت لها للكاميرا بما انه راح استعملها مينلي للفيديو، جبت لها ان دي فلتر، فاريبل ان دي فلتر اللي هو راح يساعدني في اني اتحكم في موضوع الفريم ريت سبيشلي لما تكون في شمس برا. هلا انا رحت مع هويا، بصراحه هويا مش احسن شيء ولا أسوأ شيء، هو جاي زي اللي بالنص، مش بطال للاستعمالات اللي انا بستعملها، بس اذا بدكم شيء اللي هو توب اوف ذا رينج عم نحكي على بحدود ال $250 ل $300 اللي هم على بي ان دبليو او بولر برو، بس هذا برضه مش بطال. اللي هو بيسكلي راح يجي بركب على قدام اللانس اللي هو ان دي فلتر زي ما حكى انه فاريبل، اذا ما بعرف اذا مبين، اذا بنحركه كيف نعمله من غير ما يكون في بلير، اذا بنحركه راح تشوفوا انه راح يصير يدخل ضوء اكثر او اقل.
وهكذا هيك نتحكم نصير احنا بالاكسبوجر تبعنا حتى لما يكون في شمس برا. فهذا جبته زياده. بالنسبه للميموري كاردز تاكدت ان اجيب ميموري كاردز سريعه، هي راح تكون اغلى بس اجمالا عشان الكاميرا بتقدر تصور بكواليتي كتير عاليه وبفريم ريت عاليه وببتس عاليه، فلازم اتاكد انه الميموري كارد اللي موجود فيها يلحق على السرعه اللي هي قاعده او كميه الداتا اللي عم بتطلعها، لانها تلحق انها تسجل على الميموري كارد من غير اي مشاكل. فاسرع شيء لقيته هلا اللي هي الليكسار بروفيشنال اللي هي عم نحكي قاعدين الكلاس تبعها 3، وعم نحكي انها بتقدر تاخذ اب تو 300 ميجا بايت بير سكند تسجل كتسجيل عليها. بما انه الكاميرا بتاخذ 2 ميموري كاردز فجبت 264، فهذول راح نحطهم بالكاميرا، فبصفي في عندي مور اور ليس 128 جيجا بايتس بزيادة لأي إشي بدي أحاول أصور فيه، بكفيني لشوت طويل أو حتى لأكثر من شوت ورا بعض إذا اضطريت. فهذا بالنسبة للميموري كارد. طبعا الميموري كارد هدول بيجي معاهم ريدرز عشانهم أغلى شوي، فبدهم يعطوكم إشي زيادة معاهم. في الريدر اللي هو نقدر نحط عليه الميموري كارد من هون ولها يو اس بي، بما انه جبنا اثنين بيطلع لنا اثنين، وبيطلع طبعا الهولدرز تاعون الميموري كاردز زي اي ميموري كارد ثاني ممكن تشتروها. اجمالا هذا هو اللي جبته، راح اصير ابلش استعمله للست اب تبعي لقدام. وقف عندك، نسيت اورجيكم انه كمان بيجي معها تشارجر. اكيد طبعا هذا انسيناه بس مش مشكله، اكيد بيجي معها تشارجر. لما اجرب الكاميرا اكثر راح اعمل لكم ريفيو كامل عليها، بس لهلا حبيت اعمل لكم زي انبوكسنج لتشوفوا ايش الاشياء اللي بتيجي معاها كفيديو ريكوردينج ستارتر كيت. خلينا نحكي لو التركيز تبعكم بيورلي فيديو ومش كتير مهتمين بالصور هلا وبدكم تبلشوا بالفيديو، بالنسبه لي هذا اضبط سيت اب كستارتر كيت للفيديو اجمالا. الاشي الوحيد اللي من ناحيه فيديو يمكن مش ولا بد هو موضوع الايزو هاندلنج. بالنهار الكاميرا فظيعه، ليلت انسوا الموضوع عشان الايزو هاندلنج تبعها تعبان عشان السنسر صغير فحيعطي جرين كتير. في ناس راح تسال طيب ليش ما اجيب الجي اتش 5 اس؟ الجي اتش 5 اس فظيعه برضه، وهي الفكره انها نزلت الجي اتش 5 اس مينلي على موضوع الايزو هاندلنج وانها تصير احسن تصور بالليل. الديس ادفانتج انه ما في ان بودي ستابلايزيشن، فانا بالنسبه لي ما بيهمني موضوع الايزو عشان اغلب الوقت اني راح اصور ديورنج النهار او بسيت اب زي اللي انا عامله هلا هون وما عندي اي مشاكل بالاضاءه، فما حيكون عندي اي مشكله موفينج فورورد. وهيك بنكون خلصنا هالفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم. اذا عندكم اي اسئله اسالوني اياها، وكالعاده اذا عجبكم هالفيديو اعملوا له لايك. إذا حبيتوا القناة وإجمالا عاجبتكم الفيديوهات كلها هاي وحابين تضلوا أبديت لقدام اعملوا سبسكرايب، ولما تعملوا سبسكرايب ما تنسوا تحطوا الجرس عشان لما أنزل فيديوهات جديدة يطلع لكم نوتيفيكيشن. وكالعادة بشوفكم بالحلقة الجاية.